بتنظيم من مستشفى المقاصد الخيرية التابع للجنة زكاة حي نزال والذراع الغربي، وبالتنسيق مع جمعية الإصلاح الاجتماعية الكويتية الرحمة العالمية، أقام المستشفى أسبوع طبي مجاني للعمليات الجراحية التي يقوم بها وفد طبي كويتي ذو خبرة عالية من مختلف التخصصات برئاسة وليد سويلم للاجئين السوريين المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية على نفقة جمعية الإصلاح والرحمة العالمية. رئيس الوفد الطبي الكويتي وليد أسويلم أكد على الدور الذي تقوم به جمعية الرحمة العالمية في إغاثة اللاجئين السوريين وتقديم يد العون في الرعاية الصحية من خلال إجراء العمليات التي يصعب عليهم إجراؤها لتكلفتها العالية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا بالبداية نوجه كل الشكر والتقدير اللي للأنصار لهذا الملف، ملف السوري، ألا وهم الشعب الأردني الشقيق في هذه المملكة الطيبة المباركة. ونخص الشكر لجلالة الملك حفظه الله الذي فعلا كان خير نصير لخير الأنصار من أهل الشام الموجودين في هذه البلد. عدد 2 مليون شيء ما هو سهل، لذلك حبينا احنا من دولة الكويت رحمة العالمية جمعية الإصلاح أن نقدم مبادرات التي تخدم هذا الملف، وأيضا تخفف الألم وتخفف المعاناة اللي يعانونها الشعب السوري في هذا البلد. المملكة ما قصرت، وفرت لنا كل الدعم والمساعدات بكل الاتجاهات الخارجية والشؤون والأوقاف، يعني كل الجهات صراحة قدمت لنا الدعم والمساعدة لمشاركتهم في تخفيف الألم والمعاناة اللي يعانيها الشعب السوري في هذا البلد. فالمبادرة الآن الجديدة اللي طلعت هي احنا من 7 سنوات كنا عندنا عدة قوافل، الآن احنا وصلنا تقريبا أكثر من 309 قافلة. هذه القافلة الآن الموجودة قافلة متميزة خاصة للجانب الطبي، فيها عدد 8 جراحين ومستشارين من أحسن المستشارين والجراحين في دولة الكويت وعالميا. أصلا معنا أحد أخوة السوريين وأيضا معنا من أخوة المصريين. طبعا المبادرة هذه عبارة عن يعني علاج وفحوصات وإجراء عمليات نوعية جراحية لإخواننا أهل الشام الموجودين في مشفى المقاصد الخيري في عمان. فطبعا حددنا أن يكون هناك 5 أيام عمل لهذا الوفد. طبعا نقدم هذه الخدمة بالمجان لإخواننا السوريين، وهذه ليس منه ولكن هذا واجب شرعي وأخلاقي، يقدم إهداء من أهل الكويت لإخواننا أهل الشام. رئيس لجنة زكاة حي نزال ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى المقاصد الخيرية صالح الفقيه بيّن الدور الإنساني والخيري الذي يقوم به المستشفى في خدمة اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أنه يوم من الأيام الطبية المتميزة على ثرى هذا الوطن بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم والحكومة الأردنية الرشيدة والشعب الأردني الوفي الكريم، باستضافة هذا الوفد الطبي الكويتي من دولة الكويت الشقيقة، الكويت المباركة، كويت العز والعرب، كويت المحبة والتقدير، أميرا وحكومة وشعبا. وإن هذه العلاقة الطيبة التي تربط البلدين بكل معانيها وأواصرها للتخفيف عن معاناة إخوتنا الوافدين والمقيمين على أرض هذه المملكة من الشعب السوري يجعلنا اليوم يعني حقيقة نفتخر بهذا المشروع النوعي الخيري الذي أقامته لجنة زكاة وصدقات حي نزال والذراع الغربي، وهو مستشفى المقاصد الخيرية الذي بني بأموال عامة ويقدم الخدمة بأقل التكاليف والأجور المقررة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وهذا بتوجيهات حقيقة ورعاية خاصة من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور وائل عربيات، وبرعاية خاصة من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ولجنة الزكاة وصدقات حي نزال وذراع الغربي وإدارة هذا المستشفى الخيري. هذا الوفد الطبي الكويتي حقيقة من 8 أطباء متخصصين في اختصاصات مختلفة وبرئاسة المحسن الكبير الشيخ وليد سويلم. مدير مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور أشرف النوافلة تحدث عن دور المستشفى الخيري والمبادرات الخيرية التي يقوم بها كدور إنساني في تلبية حاجيات الفقراء واللاجئين بالرعاية الصحية.
فأهلا وسهلا بالتلفزيون الحقيقة الدولية طبعا عندنا في هذا المستشفى، وطبعا احنا مستشفى المقاصد الخيرية ومستشفى خيري تابع لوزارة الأوقاف وبنظام المستشفى الخاص، بس بأسعار تفضيلية مخفضة للفقراء والمساكين بدعم من لجنة الزكاة. فهذا المستشفى متقدم جدا، يحتوي على 150 سرير في كافة التخصصات الطبية، الميج الأساسية النسائية باطنية أطفال جراحة أعصاب أذنية عيون كل التخصصات. عندنا طاقم عمليات متقدم، غرفة عمليات متقدمة، تخصصات متقدمة جدا. عندنا طاقم طبي من 52 طبيب مستشارين كلهم يحملوا الشهادات العليا في تخصصهم. هذا المستشفى طبعا هو الهدف منه خيري ليس ربحي، نقوم بمعالجة الحالات الفقيرة مجانا جدا، ونقوم باستقطاب الوفود من كل الدول الأجنبية طبعا، من فرنسا، من بلجيكا، من أمريكا، من إسبانيا، في معالجة الأخوة السوريين ونسبة من الأخوة الأردنيين الفقراء مجانا على حساب هذه الدول. في هذا اليوم نحن نستضيف وفد من دولة الكويت الشقيق من جمعية الرحمة العالمية والإصلاح الكويتي. هؤلاء طبعا نحن الحمد لله نرحب فيهم، طاقم طبي معهم متقدم يحمل كافة التخصصات الطبية من مسالك بولية، جراحة عظام، جراحة أذنية من الشهادات العليا السب سبيشاليتيز المتعقدة في هذه التخصصات، بالإضافة إلى الجراحة العامة. وقمنا بإجراء عدة عمليات حتى الآن، عدد المرضى اللي شفناهم يتجاوز 1500 مريض طبعا من الأخوة اللاجئين السوريين، ونحن الآن بصدد لمدة 5 إلى 6 أيام لعمل عمليات مجانية للأخوة اللاجئين السوريين اللي هم إخوتنا، هاي يعني لتخفيف المصاب عليهم، وأقل شيء ممكن نعملهم إياه أنه معالجتهم طبيا ومواساتهم طبيا. السلام عليكم. طبعا الحالة هذه بالذات احنا عندنا عمليات اللوز واللحمية في الأنف وأذن حنجرة، نحتاج أن نسوي لهم العمليات لعدة أسباب، منها اختناق أثناء النوم وشخير، ومنها التهابات متكررة، ومنها إذا كان هناك صديد على اللوز، فهذه الحالات تستدعي إزالة اللوزتين ليرتاح الطفل أو حتى الكبير من هذه المشكلة المزمنة بالنسبة له. فتنفس يتحسن، التهابات تقل بشكل كبير، يقدر يعيش حياته طبيعية. بتنظيم من مستشفى المقاصد الخيرية وبالتعاون مع جمعية الإصلاح الكويتية الرحمة العالمية، جاءت هذه المبادرة الطبية المجانية للتخفيف من معاناة الإخوة اللاجئين السوريين المقيمين على أرض المملكة في ظل التكلفة الطبية العالية والتي تثقل كاهلهم. من مستشفى المقاصد الخيرية، حازم السردي، الحقيقة الدولية.